اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس بقى جبت لكم حاجه لعبه جامده جدا 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 النهارده. ايه ده الله، فاكرين البيضه اللي هي الصفراء اللي شكلها وحش جدا، المقززه دي اللي احنا كنا بنأجلها قبل كده، السلايم عملنا بيهم تجارب مقززه جدا قبل كده. تعالوا بقى نتفرج عليها النهارده ونشوف دي عباره عن ايه، نقدر ان احنا ازاي نلعب بيها. ومعانا كمان مش بس كده، معانا حاجات حلوه هنجربها بقى معانا النهارده، الحاجات الحلوه اليابانيه دي فاكرينها، هنجربها بقى معانا النهارده ونشوف دي عباره عن ايه، نقدر ان احنا نلعب بيها ازاي. واو بصوا بتتفعص اهي، اوكي، وبتاخد تقدر ان هي تمص اي حاجه وتقدر ان هي تاكلها. واو بصوا بتشفطها بقى كده على طول، اوكي. وبعدين هنفتح بقى ايه الجزء ده هنا. بص بقى دي الحاجات الحلوة اليابانية. ايه ده الله، ده في حاجات شكلها جامد جدا، في هنا سي سايد كيتشن، حاجات بقى بتتاكل على البحر، اوكي الله، في بقى وجبات كتيرة قوي. بصوا هنا بقى شكله زي عصير كوكتيل، ومعانا هنا زي ايس كريم، وفي ممكن نودلز وممكن باستا. واو طبعا مش فاهمة حاجة من الكلام المكتوب ورا هنا، بس فيها اشكال كتير قوي. بصوا ده ايس كريم وسي فود، اوكي مكتوب عليها هنا فيجيتابل كاري وتروبيكال جوس، ده هنا في خضار بالكاري، اوكي. وهنا بقى كمان في مكتوب ايه، ايس موكا تقريبا، وهنا في ايس كريم تحت الله، وهايس كاشوكا دي في حاجات كده شكلها غريب قوي بس جامدة جدا. تعالوا بقى نفتح، في كام، 1 2 3 4 ايس كريم. بصوا في 3 بولات وفي كذا وجبة من جوه اللعبة الفظيعة دي. تعالوا بقى نفتحها ونتفرج عليها مع بعض مع البيضة الصفراء بتاعتي اللزجة دي ونشوف ايه اللي هيحصل. اهي فتحناها بقى كده، الله شفتوا هنا في مكونات كتيرة جدا بقى بنحطها على الأطباق بتاعتنا، في شكل الموز والكوكتيل وهنا والشريمو. واو في أشكال كتيرة جدا، معانا كام، 8 وجبات مختلفة، كل واحدة بقى نقدر ان احنا نركبها مع بعض. دلوقتي دي البانة هما حاطينها بقى في مع المفاجآت، شكلها جامد قوي اللبانة دي، وقطعنا بقى بالمقص. بصوا بقى هنا ده عصير الكوكتيل، بس ده ما بيتشربش، هنحط بقى، بصوا حطينا عليه العوامة فيها بيضة سخنونة كده صفرة. واو وحطينا بقى بقية الفاكهة كده، دي زي أناناسية وعليها تشيري، ونحط بقى وردة لونها صفرة كده، ونكون كده ركبنا الايه حاجة العصير. وهنا بقى معانا الشريمو آخر حاجة نحطها، الله شفت شكل الكوكتيل جامد ازاي. الله لا شكلها فعلا حلوة قوي، اوكي. هنا بقى بقية الايه اللعب، ممكن نفتح دي ونشوف بقى دي فيها عبارة عن ايه. دي اول واحدة كان عملنا فيها العصير، حطينا بقى فيها كل الحاجات دي. تعالوا نشوف يا ترى بقى ايه المفاجأة اللي هنا من جوه. والله برضو فيها اللبانة، واو بصوا الطبق ده معاه بقى كمان النضارة، واو وكل بقى الأكل ده، والله ده شكله جامد جدا.
تعالوا بقى نفتحها عشان نركبه. بص بقى فتحناه وحطينا بقى كده الطبق عليه. واو دي بيت تقريبا بالخضار، لهذا الفيجيتابل كاري اللي هي بالخضروات بالكاري صوص الكاري. الله حطينا بقى الحاجات دي كلها ويكون كده خلصنا الوجبة كلها مع نضارة الشمس. دي كده بقى البيض الصفرة مع العصير، يما البيض الصفرة مع وجبة الخضار. الله شفت بقى شكلها حلو ازاي. واو لا شكل الطبقين فعلا يجنن. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا لعبة الحلوة اليابانية الفظيعة اللي احنا جبناها دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قوليلي في الكومنتات رايكم فيها، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا اي لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العيب اللطفول. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.